تبارك الله، والله لك الحمد، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد كثير. هلا بعد حي. تبارك الله، اشكيك حرب حايل اليوم الاثنين 13/5/1437 يوسف العمود. ما شاء الله تبارك الله، امطار اشكيك حرب حايل اليوم الاثنين 13/5/1437 يوسف العمود. هذا التقاطع حق مدى بن حويط الساعة 12:15 الظهر اليوم. هذا بردية سبحان الله. كل أخبارك سبحان الله الحمد لله. خير ورحمه ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا شيب الدارة، دارة المهاش، لا اله الا الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، لا اله الا الله، لا اله الا الله تبارك الرحمن. يزود لا اله الا الله ما شاء الله. هذا هو، هذا اللي عند ابو عوايا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن على وسيطاء الحفن. ما شاء الله، تاريخ اليوم 13/5/1437 ما شاء الله بجبال أجاء. الله كريم، هذا بداية مشية الشيب ما شاء الله. ما شاء الله 13/5/1437 شيب جرب غرب جبال أجل. ما شاء الله، الله يطرح بالبركة إن شاء الله. هذا بدايته ما شاء الله. تاريخ اليوم 15/5/1437 شعيب نايلات ما شاء الله. شبكة طقس حايل، الله كريم ما شاء الله. الله هذا بردية على الصدعية اليوم 13/5/1437 بردية بردية كيف ما شاء الله. عبود الله ما شاء الله، هذا شعيب خنيد سلعوشت اليوم. اليوم وش هو اليوم؟ الاثنين 13/5/1437 ما شاء الله ما شاء الله على كبر من الجال للجال. ما شاء الله، هذا امطار فتج اليوم، اليوم الاثنين.
ما شاء الله.